خاضت قوات الجيش والمقاومة اليوم الخميس معركة بطولية ضد عناصر الميليشيات الحوثية المتمردة التي حاولت التقدم باتجاه مواقع خسرتها في الأيام السابقة شمال محافظة الجوف. واحتدمت المعارك بعد محاولة الميليشيات الحوثية التقدم باتجاه جبال المطابق والربعة وبعض مواقع جبهة القعيف الاستراتيجية شمالي المحافظة. وقال رئيس عمليات قوة حرس الحدود وقائد لواء الحسم العميد هادي الجعيدي أن المعارك البطولية التي خاضها الجيش أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الإنقلابية وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.